ثاني من الله يقف عند الحكم الشرعي، ما يتجاوز الحكم الشرعي أبدا. يقول له الشارع المقدس لا، الربا حرام، يقول نعم على عين الراسي ما أراني أبدا. حينما يلتزم الإنسان بهذا أو يلتزم الإنسان بالقيمة الأخرى، قيمة الصدق، قيمة العدل، قيمة الوفاء بالعهد، قيمة الأمانة، شكد يكون له من الثمن. وشوف لما أقول لك الإنسان أحيانا يكون خوفه من الناس أكثر من خوفه من الخالق عز وجل. في بغداد كان هناك أحد المؤمنين جاء من خراسان يريد حج بيت الله الحرام، فمر ببغداد ولاحظ سيماء الصلاح على وجه ذلك التاجر، فأودع عنده مجموعة من الذهبيات اللي موجودة عنده، وكانت في نيته أن يعطيه في مقابلها مثل أمانة مقابلها بعد ما يرجع يعطيه حتى لا تؤخذ منه من قبل اللصوص أو قطاع الطرف. خلص الحج رجع، اجى الى الرجل انكر عليه، زين هذا الان كل ما يملك في الحياه هو هذا، راس ماله الذهب هذا اللي عنده. حاول ويا يوم يومين ثلاثه ما من ذهب الى والي بغداد، قص عليه الان، قال لي ماكو مشكله، تعرف التاجر؟ قال لي نعم التاجر الفلاني في المكان الفلاني. قال لي اذا غدا اجلس وانا سوف امر بالركب، انا بوحدي امر عليك واسلم عليك، انت لا تقوم بعد، حتى القيام لا تقوم، لا تقول هذا والي وقوم كانك ما تعرفني، واعطني النتيجه بعد ذلك. قل بالفعل اجى الرجل، يا فلان اتق الله في امرك، أعد إلي ذهبي وسوف أكافئك على ذلك. قل لي أصلا أنت ما أعطيتني شيء، ما أعطيتني شيء، يعني أعود لك شيء ما أعطيتني على أي أساس؟ قل مر الوالي وسلم علي، رددت عليه السلام، تغير الرجال شوية، تعال أنت كيف في أي شيء؟ يقول وصفت له، وصفت له الرمال اللي حاط فيه الذهب وربطنا، يقول أوه أنا كنت ناسي، تفضل. قل سبحان الله، أنا أقول لك اتق الله وخلي يكون لديك أمانة، خفت من هالإنسان هذا. رحت إلى الوالي، ذهبت إليه، أخبرته، قال لي الشرطة اللي عنده روح اصلبوه، هذا الإنسان هذا إنسان قائم للأمانة. فموضع الشاهد لما يفقد الإنسان قيمة الأمانة، شوف ما يلتزم قيمة الوفاء بالعهد، ما يلتزم قيمة الحكم الشرعي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ومع ذلك يقول لك أنا أصلي ولا فحشاء نهتني ولا منكر. ليش؟ لأن أنا ما عندي لا هم الصلاة ولا عندي حضور في القلب في الصلاة، شلون تمنعني الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ إذا لاحظ هذا أثر ثاني أو سبب ثاني. السبب الثالث المتعلق بالعشرة، القرآن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنا ما عندي منها لما أدب أبنائي، ما عندي. فقداني أنا للتربية الصالحة، لاحظ، فقداني للتربية الصالحة توصلني إلى هذا المستوى. ولد باق بوه وجلمه، بني، هل رأك أحد؟ قال لا ما حد شافني. فأعطته خط أخضر إلى أن صلب، جت تبكي علي، قال لها أنت السبب يا أمه مو أنا السبب، لو من أول ما وصلت أولا سألتني، سألتيني من وين لك هذا؟ من وين لك هذا؟ مو تقول لي شافه كل ما شافه، يعني معناها إذا ما أحد شافه ومن باب بيضة باب جمل تنتهي لها. فأحياناً سوء التربية، وترى يأثر، ها يأثر الرقم الحرام تؤثر أثرها في نفس الإنسان إلى أبعد الحدود. رحمة الله على عالمنا الرباني الشيخ البهائي، هو اللي ينقل هذه الحادثة عن نفسه مع ولد من أولاده، أخذ وياه إلى المسجد، هذا ولد صغير، فبدل ما يدخل قد يصدر أصوات أو حركات، جلس خارج المسجد، أكو موجود مع
موضع للماء مثل ما نقول حب إلى الماء، فهذا صار يحفر فيه إلى أن شنو؟ إلى أن صار ينزل الماء من ذيك البصرة اللي حفرها. فبعد ذلك وخرج والده بعد الصلاة شاف الأثر، مباشرة التفت إلى أمر دقيق جدا. الشيخ الهائي أعلى المقام رجع إلى البيت، ما زجر الولد بل وجه نظره إلى أن هذا فعل خاطئ، وما يحسن بك بني أن تصنع ذلك. رجع إلى الأم، أسألك كنت حامل بهذا الولد، يوم كنت حامل بهذا الولد هل حصل لك شيئا معين تذكري، يعني شيء غير مقبول أو من وراء الناس مثلا؟ قول بالفعل يوم الأيام جيراننا أنا ذاهب إليهم لعيادة مريضهم رأيت رمان ورمان في شجرتهم، فقلت لعلي أصل إلى ماء تلك الرمانة فخزقتها، يعني عملت لها ثقب زين، فأخذت قليلا منها. قال نعم لقد أثر ذلك على ولدك هذا. قص عليه بعدين القصص لاحظ هذه وأمثالها ما شاء الله. إذن أنا حينما أجد التربية الصالحة، تفكير سليم، غذاء طيب طاهر زين، عناية بالعاطفة، عناية بالنفس، ماذا أكون؟ أكون رجل ملتزم وأكون امرأة ملتزمة. أما إذا فقدت التربية هكذا تكون النتيجة. إذن هذه أسباب ثلاثة، طيبوا أنفاسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ما هي تلك الآثار التي يمكن أن تترتب على سلوكي على أعمالي هذا؟ أولا قسوة القلب، والقرآن صريح في ذلك، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أبدا بمجرد. ولهذا ورد في الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه، إذا أذنب ابن آدم نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت وإلا تبقى إلى أن يظلم القلب، إلى أن يظلم القلب تبقى تلك. إذن أنا ينبغي لي أن أنظر إلى هذا الأثر، هذا أولا. ثانيا انعدام التوفيق، انعدام التوفيق. الإنسان مسدد من قبل الله عز وجل ما دام ذاكرا لله، ما دام شاكرا لله. إذا فقد ذكر الله، إذا عاش الحرام بأشكاله انعدم التوفيق. ولاحظ اختصار جميل جدا لحد دعاء مروي عن إمامنا المعزى في هذه الأيام عجل الله فرجه الإمام صاحب الزمان، يبين لنا الحقيقة المترتبة على فقدان التوفيق. شوف التوفيق شو يسوي، وشوف الحرام شو يسوي لما يعدم الإنسان التوفيق. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واكفف واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو. هكذا ينظر لنا الإمام ويعرفنا الإمام حقيقة ما إذا الإنسان فقد التوفيق بسبب ارتكابه للحرام. إذا الإنسان إن فقد التوفيق بسبب ارتكابه للحرام هكذا تكون النتيجة. هذا أثر أول للآثار الطبيعية كما يسموها علماء الأخلاق. الأثر الثالث ألا وهو العقاب والعذاب.
فالله عز وجل كما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لذلك لا يحب الظلم لعباده. فإذا أنا ظلمت إنسان في الحياة الدنيا حينما ارتكبت هذا المحرم يعاقبني في الدنيا قبل الآخرة. لاحظ في الرواية عن إمامنا الرضا: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. لذلك هالأمور هذه تأثر أثرها. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهم الله عز وجل يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما نارا حتى يقضي بين العباد ثم يدخله النار. شوف النظرة الواحدة، شوف ايش قد اثرها في العقاب. هذا امر ثالث. الاثر الرابع الرزق. انت تقرأ في دعاء كميل أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يفصل لنا أثر ذلك. لذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الآثار بعين المعرفة والوعي، لأن نتيجة مثل هذه الأمور التي أرتكبها هي الهاوية، هي الهاوية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النتيجة أبدا. ولهذا شوف الإمام الحسين يوم عاشوراء يقول الإمام السجاد يسأل الإمام الحسين: أبا ما صنعت مع القوم؟ قال: هؤلاء قوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هؤلاء قوم ملئت بطونهم أبدا. إذن لابد من الالتفات إلى هذه الآثار. هذا بالنسبة إلى الآثار الطبيعية. الآثار الشرعية شلون؟ الآثار الشرعية العقاب، الآثار الشرعية التعزير والحدود، الآثار الشرعية القضاء. إذن هناك آثار أيضا. لما الإنسان يسرق يقام عليه الحد، لما الإنسان والعياذ بالله يزني يقام عليه الحد، لما الإنسان مثلا يتعاطى العادة السرية أو أمثال ذلك من الأمور لابد له عقاب دنيوي وعقاب أخروي. إذن على الإنسان أن يلتفت إلى هذه النفس ليضعها في قيمها التي تسمو بها. فما أحوج الإنسان إلى أن يمتثل قول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا دافع لماذا؟ إلى القيم العالية، القيم اللي نشوفها في مثل الأيام هذه يجسدها لنا إمامنا الحسين. يقول لهم: املأوا القصاع، املأوا القراب، املأوا ما لديكم من أوان. قالوا: يا ابن رسول الله، أمامنا منازل وهذه المنازل مليئة بالمياه. قال: تزودوا بعد فترة زمنية، وإذا أحد أصحاب الإمام يقول: الله أكبر. قال له الإمام: لما كبرت؟ مو وقت زواج، مو وقت زمان حتى تكبر. قال: أرى ناخل، يعني معناها قربوا من شنو؟ من مدينة الكوفة، لأن مدينة الكوفة كانت معروفة بالنخيل الكثير. قال أحد العارفين بالطريق: يا ابن رسول الله، أنا أعرف هذا الطريق وليس هنا ناخل، أمعن النظر. وإذا أحدهم يقول: إني أرى آذان الخيل وأسنة الرمال. يعني أكو مواجهة إلينا، أليس لنا مرجع؟ هذا أبو حسن إلى جنبنا، مال الإمام ومال الحر رضوان الله عليه في ألف فارس. أقبل: السلام عليك يا ابن رسول الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله، العطش العطش يا أبا عبد الله. ابتهجت نفوس أصحاب الإمام، علموا حكمة الإمام من وراء أخذ كل هالمياه اللي تزود بها الفارس ومعهم فرسانهم ونياقهم، اشكد هذول يحتاجوا إلى ماء. فنادى الإمام أهل بيتي أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. بدأوا، لاحظ معي هالحادثة اللي ينقلها علي بن طعان المحاربي، يقول جئت في آخر من جاء من أصحاب أبي عبد الله الحسين، فأقبل الحسين بنفسه يقول لي أنخ الراوية. هذا مصطلح حجازي أنا ما فهمت، ما أدركته. جاء فأناخ الجمل بنفسه فأعطاني الماء لأشرب وأنا ألهث، فصار يتدفق على ثيابي. قال لي احنث الثقة، ما عرفت شنو معنى احنث الثقة. فجاء بنفسه يسقيه الماء. هذا نفسه يقول ولما هو الحسين يوم عاشوراء، لما أصيب بالسهم المثلث وجاءه سنان وطعنه بالسنان فخر على الأرض، يقول جئت وإذا الحسين ينادي أما أنا أما وحق جدي أنا عطشان، يقول فغرست الرمح في صدر الحسين. شوف كيف كافر الإمام الحسين هؤلاء القوم. أجركم الله. نادى الإمام يا حر صلي بأصحابك وصلي بأصحابي. قال بل نصلي بصلاتك. لما انتهى الإمام نادى أيها القوم أنا ما قدمت عليكم حتى أتتني رسلكم وكتبكم، أنا أقدم يا ابن رسول الله، فإنه ليس لنا إمام غيرك، قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجند. قال الحر أنا لست من كتب إليك. فأقبل إليه الإمام بخرجين مليئين بكتب أهل الكوفة، تنظر فيها لكنه بالفعل لم يكن أحد الكاتبين للإمام. فلما عزم الإمام على الرحيل وقف الحر في وجه أبي الأحرار. أجركم الله يا شيعة الإمام. فنادى الإمام حر ما وراءك؟ قال لا أوامر، لا أدعك حتى أدخلك إلى الكوفة. قال الإمام لكنني أنا لا أتبعك. قال وأنا لا أدعك. قال الإمام عليه السلام بعدما تواصل إلى سمعه، ماذا تواصل إلى؟ ما الذي وصل إلى سمع الحسين؟ تقول الرواية نادت سكينة أخي أكبر، قل لأبي يلين لهم في الكلام لئلا يقتلوا ونسبى بعد. فنادى حار فكلتك أمك، لقد روعت قلوب الفواطن. التفت الحر لا يزال يملك قيمه، صحيح هو محارب وايضا خارج على امام زمانه، يعني يعيش الحرام، لكنه لا يزال يملك قيم. التفت الى الامام قال يا ابا عبد الله، لو قال لي هذه الكلمه رجل وهو على مثل حالك ما تركت ذكر امه من الثكل، كائنا من كان، ولكن امك الزهراء فاطمة، أمك فاطمة الزهراء، وأنا لا أستطيع إلا أن أقول خيرا فيها. ماذا تقول فاطمة في مثل هذه الأيام؟ أنا الوالدة والقلب لهفا، أنا الوالدة، أنا الوالدة والقلب لهفا، أنا دور عزبني وين ما كان. أجركم الله. نادى الإمام من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ نادى الطرمح أنا يا ابن رسول الله. فتقدم أخذا بزمام ناقة الإمام مناديا يا ناقتي لا تذعري من وشمري وخير
صخري بينما الصبط بآلي مجدا بالمسير، وإذا الهاتف ينعه ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا فعلى صحوة ثاني فأبى أن يرحلا، فدعا في صحبه يا قوم هذا الفلا، قالوا هذه كربلا، قال كربون وبلا خيموا إن بهذه الأرض نلقى العسكري، أصحابي أهل بيتي ها هنا محط الخيام، ها هنا تقتل الرجال، ها هنا تحرق الخيام وتسبى النساء، ها هنا أقف على أخي مناديا الآن انكسر ظهري، ها هنا أقف على ولدي الأكبر وقد قطعوا، بعد ايش عندك يا ابو علي، ها هنا يصعد شمير، ها هنا تدوس الخيل صدري بحوافرها، انا مناد وحسين